مبدعون موهوبون وأصحاب أفكار خلاقة من المنطقة العربية اختاروا الأزياء فخاضوا غمار القطاع بفروعه المتعددة وتألقوا في حدث سنوي بات له بريقا خاصا. عشان تصير يعني بيرسونال شوبر او ايمج كونسلتنت لازم تكون تحب تسوق. ما دام ان احنا بدينا من سنه تقريبا فنبدا على البريتو اللي هو شيء اسهل. الحرف العربي كان بهمني والشكل العربي كان بهمني. هذه العروض التي تحمل طابع العالمية هي من المنطقة العربية وفيها 22 مصمما اجتمعوا في الحدث السنوي الذي بات يعقد مرتين في السنة في دبي. نتحدث عن فاشن فورورد، منصة الأزياء التي تتطلع لأن تكون الأبرز في المنطقة العربية. هي منصة محلية بتوجهات عالمية، هدفها تسليط الضوء على المواهب الواعدة في قطاع الأزياء وجذبها إلى المنطقة بدلا من أن تهاجر إلى الخارج، وبالتالي الاستفادة من هذه الصناعة التي من شأن دعمها واحتضانها أن يفتح الباب لتنشيط قطاعات عديدة ذات صلة قادرة على تحريك عجلة النمو في دول المنطقة. اندماج علامة تجارية عمانية من بين العلامات المشاركة في الحدث بدورته الحالية. سنتعرف سويا عن طبيعة مشاركة الشقيقتان المصممتان نادية ولبنى والهدف منها لنتابع. أسست شركة اندماج في دبي بعد ما خلصت دراستي في الجامعة الفرنسية. أسستها في دبي مع تصاميم العبايات، بعدين توسعت للريدي تو وير، وأول عرض كان لي في مسقط فاشن ويك، ومن بعدها أخذت الايجنسي اللي وسعوني أكثر على المحلات في الخليج وحتى مع الميديا. بعدين أخذنا فاشن فورورد سيزون 2 وعرضنا الكولكشن هناك، والحين في سيزون 4 بعد. مع ريدي تو وير الكولكشن هو يعني الكولكشن والفكره وراء الكولكشن هو شيء شبابي، الخطوط سمبل مع كوتور، نحتاج السوق حق الكوتور يكون سوق اصغر، صح؟ والفكره من وراء تصميم الكولكشن الكوتور يحتاج خبره اكثر. فمع ريدي تو وير ما دام ان احنا بدينا من سنه تقريبا فنبدا على الريدي تو وير اللي هو شيء اسهل. بالنسبه لي الازياء مو بس هوايه، بالنسبه لي هذا اتس ماي لايف ماي كارير. طبعا بشوفها من ناحيه البزنس، انه ابغى اسس شركه، ما ابغى بس كهوايه ابغى اصمم. ف لما افكر في التصميم افكر اني ابغى التصاميم توصل للخليج وحتى انترناشونال. اندماج اخترنا نتعاقد مع شركه بي ار بس لسهوله وانه يكون بروفيشنال اكثر للتسويق لبيع كولكشن اندماج. حاليا نحن متواجدين في السعوديه في الرياض في محل دي ان اي، وفي دبي وابو ظبي في محلات صوص، وفي دبي مول في محل سيمفوني. اسعارنا تتراوح ما بين 800 درهم
10,000 درهم. الحمد لله احنا توافقنا مع المحلات اللي احنا نبيع فيها، ف هارفي نيكلز وسيمفوني وسات محلات كبيره، فمن ناحيه السعر ما في اي يعني ما في احد قال لي والله انه مره غالي ولا شيء كذا. من ناحيه التصاميم كل احد يعجبه، لانه في مثلا لبس لكل يوم، في لبس السهرات، يعني في فرايتي. انطلق فاشن فورورد من فترة قريبة بمشاركة 14 مصمم تقدموا خلال السنة الأولى، نما العدد ليصبح حاليا بالمئات. وإلى البريق الخاص الذي تكتسبه عروض المصممين من خلال هذا الحدث، ترتدي المشاركة أبعادا حيوية جدا، إذ تؤمن لهم فرصة التواصل مع خبراء القطاع وتوفر لهم ورشات عمل تدريبية، والأهم أنها تؤمن لهم فرصة التواصل مع أسماء عالمية لامعة من أصل عربي. تعرفنا إلى اندماج العلامة التجارية التي شاركت عن قطاع الأزياء، لكن تصميم المجوهرات أيضا كان له حصة لا يستهان بها. نادين مصممة لبنانية بدأت مشوارها بتصنيع الحلي لتنتقل إلى المجوهرات، واختارت الخط العربي أسلوبا للتميز أمن لها انتشارا في العديد من المدن العربية. أنا بعمل ديزاين مثل ما قلت بالأول، بعمل أشياء كبيرة وأشياء صغيرة بالكولكشن زيتها. ليش؟ لأنه اليوم عندك أشخاص فيهم ياخذوا أشياء ب 14,000 درهم، في عندك ناس فيهم حابين يشتروا شيء بالعربي بس حقه كثير أقل. يعني أنت اليوم بدك تجرب تعمل مثل ما بيقولوا سيجمنتيشن للبرودكت تبعك وللماركت كمان تكسب. يعني نحن القطعة الصغيرة إذا بدك هن الخبز تبعنا، هن اللي بيمشون لكل شغلنا، لأنه الناس حابين مثلا البراند حابين يشتروا منه. 650 درهم 850 درهم لل 14,000 درهم، هيدي الرينج تبعيته. اللي بيحب يشتري بالعالي في يشتري، اللي بيحب يشتري بالصغير في يشتري. تصاميم كمان زيت الشيسو، قطع كبيرة قطع أصغر بزيت الكولكشن. قبل كنت أعمل 3-4 كولكشنز بالسنة مثل الفاشن سيزون، بس بالجولري ما فيك تعمل هيك. يعني إذا طلع على البراندز الكبيرة بيعملوا تنقول خاتم معين، وبعد 6 أشهر بيطلعوا الذهب الزهر، بعد 6 أشهر بيطلعوا الذهب الأبيض مع الألماز الأسود. يعني بضل عندهم ديزاين واحد كل السنة وبيطوروا عليه، أو كولكشن معينة وبتلاقيها بتتطور مع مرور الأشهر. بقى يعني مثل ما قلت بتعلم، يعني هذه نقطة. الحلو بالخليج أو بالعالم العربي عندنا مهارة بالعمل اليدوي ورخيصة نسبة لمحلات مثل إيطاليا أو فرنسا. الفينيشينج بإيطاليا وفرنسا فيك تعمل قطع ما فينا نعملها هون. إذا بدك التطور التقني موجود عندهم اكثر، في عندهم مكانات جديده اللي نحن ما عندنا اياها هون، وهيدا اللي مثل ما بيقولوا حظنا سيء بهيدا الموضوع، لانه بدك تحط مصاري بهدول القطع الكبيره تجيبها لهون تديزاينرز مثل يقدروا يستعملوها. سو بنجرب قد ما انا بجرب قد ما في اشتغل شيء اللي هو موجود فيني استفيد اكثر شيء منه باليد، يعني العمل اليدوي هون، وطور الشغل تبعي. ما بنعرف هلا وبيعرف كل العالم انه الميل موجود هون، الانفستمنت موجود هون، حتى البراندز الكبار من برا عم بيجوا بيفتحوا محلاتهم الكبيره هون لانه عارفين الماركت هون. ما بدي اسمي اسامي، بس في براندز بيكونوا على الشانزليزيه بفرنسا، ثاني اكبر محل لهم بدبي مول مثلا. هيدا الشيء بيخليك تعرف انه الخليج على القليله لهلا هو اذا بدك السنتر تبع هالشيء.
تعرفنا على الجانب الذي يختص بالمصممين، ولكن ماذا عن الجهات الأخرى المشاركة؟ يجمع فاشن فورورد أيضا المشترين من محلات بيع الألبسة وأصحاب الاختصاص، بالإضافة إلى أصحاب مهنة تعد حديثة على قطاع الأزياء في المنطقة العربية. نقصد هنا ما يعرف بالإيمج كونسلتنت أو مستشار موضة شخصي. لنتابع. اكثر شيء تحتاجه عشان تصير يعني هذا النوع من البيرسونال شوبر او ايمج كونسلتنت، او لازم يكون عندك شغلتين. اول شيء تحب التسوق، لان ما قلت لك لازم تكون لك اكسس على كل السوق. ثاني شيء لازم يكون عندك بي ار عالي، علاقات عامه مع الزباين ومع السوق نفسه، يعني مدراء المحلات، ستاف اللي بالمحلات. هذول العلاقتين المتساويتين بالبي ار يصنعون منك بيرسونال شوبر او ايمج كونسلتنت ناجح. هل سوقنا الخليجي صار يستوعب هذا الشيء؟ جدا صار يستوعبه. قبل كان التسوق بالوطن بالخليج كان صغير، لان كانت المولات صغيره، المولات شويه. الحين ما شاء الله المولات في الامارات او في الكويت او قطر او حتى في البحرين توسعت، المحلات صارت اكثر، فصار الجهد عشان افتر هذه المحلات صار جدا عالي. ثاني شغله، الحياه الاجتماعيه في الخليج تغيرت. الفكره بالدفع، انا دائما شغلي دائما باي اور. ليش خليه بالساعة؟ علشان حتى الزبون هو اللي يتحكم في دفعي. يعني الزبون السهل اللي اشتغل معاه بساعة أو ساعتين يدفع لي أقل من الزبون الصعب اللي ما نقدر نوصل معاه بثمان ساعات. طبعا الساعة دائما احنا نقدرها على حسب الوقت نفسه، يعني نحط مثلا مثال انه والله الدقيقة تساوي مثلا نقول دينار، فانت ساعتك بستين دينار. لا، انا بالنسبة لي انا الكونسبت مالي اللي اشتغل معاه يعرفه، انا how to wear where to wear it's not about name. يعني انا ممكن لبسك من اني كايند اوف براند حسب انت شنو تحتاج، حسب البادجت مالتك. انا ما اتعامل بس مع البيج نيمز، مو لاني ضد البيج نيمز، لا، انا قصدي الفكره انه ممكن انت عاد جسمك ما ينفع لك براندات معينه حتى لو انت تحبها، فانا اي كانت ورك وذ يو، يعني ما اخليك تروح لها، لان انا هذا شغلتي اني اسويتش تو سمثينج سوت يو. بغض النظر السوت يو هذا كوميرشال ولا ستريت براند ولا هاي براند، انا ما عندي مشكله حسب اللي شنو يناسبك. روبرت كلارك أحد الشخصيات الفاعلة في القطاع حضر إلى دبي بطلب من فاشن فورورد ممثلا عن Not Just a Label، المنصة المهتمة باكتشاف المصممين المبتدئين وبيع أزيائهم عبر شبكتها التي تضم أكثر من 17 ألف مصمم من العالم، منهم 600 مصمم من الشرق الأوسط. روبرت سينضم إلينا بعد قليل. قبل الانتقال إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا من دبي، دعوني أستعرض معكم حجم سوق الألبسة في مجموعة أو في بعض الأسواق العربية. سوق أو حجم سوق الملابس للعام الحالي في السعودية يبلغ 13 مليارا و800 مليون دولار، أما في الإمارات فيصل هذا الرقم إلى 13 مليارا ونصف المليار دولار، وفي المغرب يبلغ مليار و300 مليون دولار فقط. إذا نعود إلى ضيفنا الذي يمثل Not Just a Label، المنصة المهتمة باكتشاف المصممين المبتدئين وبيع أزيائهم، روبرت كلارك. أهلا وسهلا بك. سؤالي الأول لك، ما هي الخطوات التي لابد للمصمم أن يتبعها للانتقال من مرحلة الهواية إلى مرحلة البيع التجاري؟ أعتقد بأن أول شيء هو أن يكون لك جذور وأن تفهم من أين أتيت، وهذا طبعا ما يهتم به الناس وهذا يؤدي إلى تصميم جيد. الثاني هو أن يكون هناك استدامة، ليس فقط باستعمال الأشياء العضوية أو المواد العضوية، فمراقبتها هو أحسن شيء. وثالث شيء هو لا يمكن أن تكون متكبرا، يجب أن تعرف أن هناك كثير من التنافس المنافسين، يجب أن تكون محترفا وأيضا حتى تخلق تجارتك. وطبعا رابعا هو أن تفعل ذلك بنفسك ومراقبة تصميمك، وليس فقط أن تؤجر ناسا حتى يقوموا بالعمل من أجلك. وآخر شيء هو بالنسبة أنك في تجارة، وأنه حتى إذا أنك تحتاج أنك بحاجة إلى أن تكون هنا لك المال، إذا يجب أن يكون لك هذا التفكير التجاري. طيب روبرت، ما هو عدد المصممين التي تضمها منصة Not Just a Label، وما هي نسبة المصممين من الشرق الأوسط منهم، وفي نفس الوقت ماذا تقدمون لهم أنتم من خدمات؟
هناك 17 ألف مصمم من أكثر من 110 بلدان في العالم، وهذا طبعا من أكبر المصممين في العالم. ونحن طبعا نركز على الشرق الأوسط، هناك 600 مصمم من الشرق الأوسط وحوالي 200 منهم من دبي، من مدينة دبي. وما نفعله هو أن نساعدهم بتطوير سلعهم محليا، وثم نظهره حتى يقدموا إلى العالم، وذلك باستعمال منصتنا. بذلك طيب، ما هي الطريقة برأيك التي تمكن المصمم المبتدئ من بيع منتجاته وفي نفس الوقت تحقيق إيرادات مالية جيدة؟ طبعا شيء مهم جدا حتى يساعد المصممون أنفسهم هو كيفية تحقيق الأموال. وطبعا الطرق التقليدية هي طبعا ببيعها في المتاجر مثلا، إذا ما كان ذلك إذا كان هناك كلفة فتضرب ذلك في ضعفين ثم تبيع بالجملة إلى المحل. وطبعا المحلات تضيف على ذلك 2.7 إلى 3.4%، وطبعا سعرك منتوجك يمكن أن يقفز سعره إلى أكثر من ذلك. وطبعا إذا أقبل عليه شباب سيزيد الطلب عليه ويرتفع سعره. وحينما تستعمل الأونلاين والإنترنت فسيكون هناك عرض على كل العالم. وبذلك وهذا ما يعنيه بأنه مثلا فإن منصتنا يمكن أن تتيح بأن يكون هناك الكثير من الصور للمنتجات والتصاميم حتى يرى الزبائن ما يريدونه، ثم ينقرون وبنقرة واحدة يستطيع أن يشتروا ذلك. مثلا إذا كان هناك فستان يباع بألف جنيه فيمكن أن يجني 70% من الفائدة البائع، وذلك يعني 700 جنيه. وطبعا هذا ربح كبير، ولكنهم ربما لا يحتاجون لأن يربحوا كل هذا المبلغ الكبير، ولكنهم ربما يقللون من الأرباح ويستطيعوا أن يفعلوا ذلك عن طريق الإنترنت. إذن يمكن أن تبيع منتجاتك بسعر أقل ولكنك ستربح في النهاية، وخاصة إذا كان توجهك للشباب فهم طبعا يتسوقون كثيرا على الإنترنت. وهذا يعني بأنه هناك فصول مثلا يمكن أن تنجح فيها في بيع ملابس معينة، فإذا كان مثلا تبيع مثلا لا يمكن أن تبيع تبانا في وقت وتبيع مثلا سترة في وقت آخر، وذلك طبقا للفصول العام. وكما قلت فإن نحن نتمكن من تشجيع ومساعدة المصممين على بيع سلعهم عبر الإنترنت ويحققوا أرباحا جيدة، وهذا طبعا يساعد في التصاميم العصرية وغيرها من التصاميم. جيد، طيب ما الذي يستطيع المصمم الجديد أن يجني من خلال البيع عبر منصات من هذا النوع روبرت؟ ما نفعله وما نحن نجاهد في سبيله هو طبعا فكرة للألبسة التقليدية العصرية بهذا المفهوم. وما نحاول أن نقوم به هو في أسعار في قطاع التجزئة، مثلا هناك سلع غالية جدا وهناك لديها نوعية جيدة، وطبعا الأسعار لا تناسب مثلا صفة أو صنفا معينا من تلك الألبسة. والأسئلة هنا تتعلق ما إذا كانت هذه السلعة فاخرة، هل هي السلعة فاخرة إذا كان مثلا 15,000 امرأة لديهن نفس الحقيبة، أو إذا كان رجل مثلا 5,000 رجل لديهم حقيبة مثل حقيبتك، فهذا لا يعني أن هذه سلعة فاخرة. السلعة الفاخرة هي طبعا التي معناها أن سلعتك فريدة من نوعها، وليس أن الجميع مثلا أو كثير من الأشخاص يلبسونها أو يتقلدونها. وطبعا هذا هو الأزياء الفاخرة التي يبحث عنها الناس. الناس لا يبحثون عن الأسماء والماركات العالمية، إنهم يبحثون عن أشياء فريدة حتى إذا لم يكن لديها ماركة عالمية أو اسم عالمي. طيب ما هي نصيحتك للمصممين المبتدئين؟ هل تقترح أن يتوجه المصممون إلى البيع عبر الإنترنت فقط أم إلى المتاجر التجارية أيضا الموجودة وذلك للبيع من خلالها؟ أعتقد بأنه عليهم أن يستعمل الطريقين، فلأن كل النساء مثلا يريدن أن يرين الفساتين على المحلات، ولكن حينما تكون شابا تريد أي فرصة حتى تبيع سلعك، فإذا بعت سلعك على النطاق العالمي سيكون لديك عشاق في كل أرجاء العالم. مثلا إذا كان هناك في موسكو شخص يلبس لباسا معينا، فهناك في إسبانيا أيضا شخص
شخص يلبس اللباس نفسه، ولذلك كما قلت فيمكن أن تصل إلى أشخاص يأتون فقط إلى المحل، ولكن في الجهة الأخرى إذا بعت عبر الإنترنت. نعم روبرت كلارك، إذن ممثل منصة Not Just a Label، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي. هذه كانت حلقة اليوم. لمشاهدة برنامجنا زوروا موقعنا skynewsarabia.com/afaq، كما يمكنكم مراسلتنا على بريد البرنامج afaq@skynewsarabia.com. إلى اللقاء.